هلا حبيبي. بلشت عندي هواية صغيرة صغيرة، حتى فكرت افتح مثل متحف صغير لاقتناء الصبح، وبعدين صارت معها هواية وانقلبت معها لتجارة. وبلشنا بمحل يعني عقدنا، بلشت بعاج يسر مسكة، هالمسابح صغيرة يعني، حتى تطورت عندي هالهواية وكبرت، وفكرت انه صير مش بس بائع صبح، صير انه مبتكر صبح او اي شيء كان. وبلشت افكر فيها، اخذت معي وقت تفكيرها، تناقشت مع الفكره، بلشت باقتناء الخام تبع الصبح اللي كنت حاطها براسي، هي النوع المسك النادر، بلشت مع اقتنائها من اكثر من 25 سنه. شوي شوي اقتنى وحطها على جنب، خبيهم لمشي 5-6 سنين او اكثر شوي. فكرت فيها ونضجت الفكره براسي، بلشنا فيها، كان معها صغيرة، عملتها أول فترة شي 6 كيلو بطول شي مترين وشوي قد هيدول الصبحات. ورجعت فكرت كمان اضل عندي خام لهذه الصبحة الكبيرة اللي هي وزنها هلا صارت 17325 جرام، 17325 جرام، بطول 6 متار، بعدد 100 وحبة، وهي من النوع المسك النادر. وقدرنا نعمل هذه الصبحة اللي شايفينها قدامكم. وراسلت وفكرت انه تدخل بكتاب جينيس، اول شيء يكبر اسم لبنان ونكبر منطقتنا عكار وحلبة بالذات اللي هي ضيعتي ومدينتي وبفتخر فيها. وراسلت كتاب جينيس مشانها، وردوا خبر علي هديك السنة انه ما عندهم كاتيجوري للمسابح لهذا النوع من المسابح، بس بيتمنوا انه بس يصير عندهم كاتيجوري المسابح يجوا يزورونا بمنطقتنا حلبة عكار ويتعرفوا علينا، وإذا صار عندهم كاتيجوري مسابح بيتمنوا ينزلوها عندهم بكتاب جينيس. بناشد الدولة اللبنانية، بناشد وزارة السياحة تنظر لهذا العمل اللي هو يمكن صغير بس هو كتير كبير بمفعوله الإيجابي.